أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين他曾使你们在大地上繁殖你们要被集合在他那里他使死物生使生物死昼夜的更迭由他主持难道你们不了解吗不然他们说了如古人所说的话。他们说我们死后已变成尘埃和朽骨的时候，难道我们还必定要被复活吗？我们和我们的祖先以前却已受过这种警告了，这个只是古人的神话。你说大地和其中的人物究竟是为谁所有？如果你们知道，他们要说为安拉所有。
你说你们怎么不记得呢？你说谁是七层天的主和伟大宝座的主呢？他们要说安拉。你说那你们怎么不敬畏呢？你说万物的主权在谁的手中掌握？谁能保护众生而他自己不受保护呢？如果你们知道，他们要说是安拉。你说你们怎么被人迷惑呢？不然我以真理昭示他们，而他们却是说谎的。安拉没有收养任何儿子，也没有任何神灵与他同等，否则每个神灵必独占他所创造的。他们也必优胜劣败，赞颂安拉超乎他们所描述的，赞颂全知幽冥的主，他超乎他们所用来配他的。你说我的主啊，如果你务必要使我看见他们所被警告的刑罚，我的主啊，求你不要使我与不义的民众同归于尽。我的确能使你看见我所警告他们的刑罚，你应当以德报怨，我知道他们所描述的。你说我的主啊，我求你保佑我得免于众恶魔的诱惑。我的主啊，我求你保佑我得免于他们的来临。等到死亡降临他们中，一旦有人临危时，他才说我的主啊，求你让我返回人间。也许我能借我所遗留的财产而行善，绝不然这是他一定要说的话。在他们的面前有一个屏障，直到他们复活的日子。号角一响，他们之间的亲戚关系就不存在了，他们也不能互相询问。凡善功的分量重的都是成功的，凡善功的分量轻的都是亏损的。他们将永居火狱之中，火焰烧灼他们的脸，他们在火狱中痛得咧着嘴。难道我的迹象没有对你们宣读过，而你们否认它吗？他们说，我们的主啊，我们的薄命曾制服我们，而我们变成迷雾者。我们的主啊，求你让我们从火狱里出去，如果我们再次犯罪，我们就确是不义者。他说，你们在火狱中应当忍气吞声，不要对我说话。从前我的仆人中有一派人常说，我们的主啊，我们已信道了，求你饶恕我们，求你怜悯我们，你是最怜悯的。但你们以他们为笑柄，常常嗤笑他们，直到他们使你们忘了纪念我。今天我已为他们的奸人而报仇他们，他们正是成功的。主说，你们在大地上逗留了几年？他们说，我们逗留了一天或者不足一天。请你问问能计算年月的天使吧。他说，你们只逗留了很少的年月，假若你们知道。难道你们以为我只是突然地创造了你们，而你们不被召归我吗？尊哉真主，真实的君主，除他之外绝无应受崇拜的，他是高贵的宝座之主。凡在祈祷安拉的同时祈祷别的无稽的神灵者，他将在主那里受到清算，不信道者必不成功。你说，我的主啊，求你饶恕，求你怜悯，你是最怜悯的。